مرحبا، يعطيك العافية. إذا سمحتي بدي دواء مضاد حيوي عشان ابني عنده سخونة وشك إنه عنده التهاب. متأسفة ما بقدر أعطيكي إلا وصفة طبية. ليش ما بتقدر تاخد الدواء؟ الدواء إشي سهل لنصنع، الكل بيقدر ياخده. الدواء كتير صعب إنه ينعمل، تقدر تزور مصنع بيرزيت للأدوية وتشوف كيف بصنع الدواء. ينتج قطاع صناعة الدواء في فلسطين مجموعة كبيرة من المنتجات التي تتضمن بعض القطاعات العلاجية مثل الحقن، الكبسولات، المراهم، السوائل، التحاميل، الأقراص والعديد من المنتجات الأخرى. تعتبر شركة بيرزيت للأدوية من أكبر الشركات الصناعية في فلسطين، تأسست عام 1974 ويعمل لدينا الآن حوالي 300 موظف، أكثر من ثلثهم حملت شهادات الجامعية العالية. استمرت الشركة في التطور في خطوط إنتاجها حتى حصلت على أعلى شهادات الجودة العالمية. هنا نحن في قسم صناعة المستحضرات السائلة في شركة بيرزيت للأدوية، وسوف نقوم بجولة للتعرف على كيفية صناعتها. تبدأ عملية إنتاج المستحضرات السائلة عن طريق تحضير المحلول السكري، ثم تضاف إليها بقية المواد كالمواد الحافظة والمواد الفعالة حسب ما هو وارد في ملف التشغيلة الخاص بالمستحضر، أي الوجبة الإنتاجية الخاصة. لذيذ، ولكن ليس هذا هو الدواء بعد. يتم إبلاغ دائرة الرقابة الدوائية، ونعني بها المختبر، عن انتهاء مرحلة خلط التشغيلة، فيأخذ موظف المختبر عينة للفحوص المخبرية، وبعد إتمام هذه الفحوص والتأكد من مطابقة المواصفات الخاصة بالمستحضر، يتم إبلاغ دائرة الإنتاج عن طريق وضع لاصق الإبراء الأخضر على التشغيلة للانتقال إلى المرحلة اللاحقة في عملية تصنيع التشغيلة. تبدأ عملية تعبئة المستحضر داخل العبوات الخاصة حسب الحجم المطلوب لكل عبوة عن طريق ماكينة تعبئة السوائل، والتي تتراوح سرعتها ما بين 2400 إلى 3600 عبوة في الساعة، يرافق ذلك مراقبة العملية من قبل المختبر. بعد ذلك يتم وضع اللاصق الخاص بالمستحضر لكل عبوة، حيث يحمل اللاصق اسم المستحضر وكمية المادة الفعالة فيه ورقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية، مضافا إلى ذلك تعليمات الاستعمال. تدخل التشغيلة إلى مرحلة التغليف النهائي بواسطة ماكينة أوتوماتيكية يتم تغذيتها بالعبوات والكرتون والنشرات الخاصة بالمستحضر، حيث يتم طباعة رقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية والسعر للمستهلك على كل كرتونة، ويتم إغلاقها ووضعها داخل الكرتون الخارجي الخاص بالتسويق. هكذا تعلمنا عن الدواء السائل، ولكن ماذا عن الحبوب والتحاميل؟ تبدأ عملية إنتاج الأقراص عن طريق خلط المواد المضافة مع المواد الفعالة حسب ما هو وارد في ملف التشغيل الخاص بالمستحضرات، وتمر عملية الخلط بعدة مراحل أهمها: الطحن الأولي، عملية التخثير، ومن ثم عملية الطحن الثانوي إلى عملية الخلط النهائي.
يتم إبلاغ دائرة الرقابة الدوائية عند انتهاء مرحلة خلط التشغيلة، ويتم أخذ عينة للفحوص المخبرية من قبل فني مختبر. تبدأ مرحلة تكوين الأقراص، وذلك من خلال استخدام ماكينات كبس الأقراص التي تتراوح سرعتها من 40,000 إلى 100,000 حبة في الساعة، حيث يتم كبس الأقراص من خلال مواصفة خاصة لكل تشغيلة تعتمد على وزن الحبة وصلابتها وأبعاد الحبة وفحوص مخبرية أخرى. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يتم إعطاء التشغيلة لاصق إبراء أخضر للانتقال إلى مرحلة التلبيس. في مرحلة التلبيس يتم وضع الأقراص في حوض يقوم بعملية دوران للحبوب، ويتم إدخال كميات من محاليل التلبيس لتغطية الحبوب، وتكون وظيفتها إعطاء اللون أو الطعم أو تحديد مكان ذوبان الحبة في الجسم. بعد الانتهاء من عملية التلبيس يتم أخذ عينات لعمل الفحوص المخبرية اللازمة، ومن ثم يتم إعطاء لاصق إبراء للانتقال إلى عملية التغليف والتعبئة. في مرحلة التعبئة والتغليف يتم استخدام ماكينات خاصة لتعبئة الأقراص داخل أشرطة، وذلك من خلال خط سير معين والذي يشمل مرحلة تغليف هذه الأشرطة وقصها بانتظام. يتم طباعة رقم التشغيلة عليها وتاريخ انتهاء المستحضر، ومن ثم وضعها داخل كرتونة تحتوي على نشرة طبية، يلي ذلك تعبئتها داخل كرتون لعمليات المبيعات والتصدير. أما بالنسبة للتحاميل فيتم خلط المادة المكونة للتحاميل حسب ملف التشغيلة الخاص بكل نوع منها، ومن ثم تنتقل عبر أنابيب إلى منطقة التعبئة في قسم المستحضرات شبه الصلبة. تمر العملية الإنتاجية بخطوات مضبوطة بملف التشغيل والإجراءات العملية ذات العلاقة، حيث يتم تعبئة التحاميل بأشكال وأحجام مختلفة. يمر خط تعبئة التحاميل بماكينة تشكيل قوالب التحاميل، تليها ماكينة التعبئة، وتنتقل عبر المسار إلى ماكينة للتبريد، وبعدها ماكينة إغلاق أشرطة التحاميل وطباعة الأرقام الخاصة بالتشغيلة، ومن ثم قص الأشرطة. اعتمدت شركة بيرزيت على إنتاج الأصناف المميزة في السوق الفلسطيني منها الأدوية المزمنة لأمراض القلب والسكري، وتتجه الآن إلى إنتاج الأدوية لأمراض السرطانية إن شاء الله في القريب العاجل. واستطاعت بيرزيت أن تخترق الأسواق العالمية خارج فلسطين، تصدر إلى شمال إفريقيا كما تصدر إلى 5 دول في شرق أوروبا، وتسعى جاهدة إلى توسيع نطاق تصديرها في العالم إن شاء الله بالقريب العاجل. في الآونة الأخيرة خطت صناعة الأدوية الفلسطينية خطوات بارزة في نيل الثقة من قبل العديد من دول العالم لتصدير الأدوية إليها، وتعمل شركة بيرزيت الأدوية على مضاعفة هذه الجهود لتترك أثرها البارز وبصمتها الكبيرة في عالم صناعة الأدوية. مرحبا، هاي معالجة. أنا فلسطيني وهذا دوائي.